انا اتجوزت جديد ما كانش عندي شقه، وكانت حماتي قاعده لوحد مراتي اللي هي عروستي قاعده مع مامتها، واخوها كذا كان في لندن، واخواتها التنتين بنات متجوزين، فحماتي قاعده لوحدها هي وعروستي. فقالوا لي خلاص رشحوني الكهنوت وكنيسه الجيوش مرجس الجيوش. فابونا قال لي طب ما هم لوحدهم على الاقل تبقى وناسه ليهم لغايه ما ربنا يدبر شقه يعني. كانوا مستعجلين للكهنوت يعني، ورحبوا جامد وبتاع. فالكهن في بدايه كهنوته بيبقى الصبحيه عنده ايه؟ وقت. ما انا مش هقدر افتقد الصبح، مش هاخد اعترافات الصبح يعني، لو في قداس ماشي، لكن ما فيش قداس الكهن بيبقى فاضي لسه ما تشغلش مشاكلنا. المهم المدام كانت مش تشتغل، وحماتي الله يرحمها كانت بتشتغل، فمين اللي قاعد في الشقه لوحده؟ انا بس. وما كنتش باخد اعترافات بنات ولا ستات وقتها، قلت هبدا الحياه الكهنوتيه مش هضيع وقتي في الاعترافات دي، انا هستنى الافتقاد والوعظ والحاجات دي كلها. المهم فايه، بصيت لقيت باب الشقه الصبح بيخبط، جرس بيرن، فتحت لقيت واحده ست شايله عيل على كتفها وماسكه عيل في ايدها، ست غلبانه كده. قالت لي ابونا انا عايز اقعد معاك شويه. قلت لها مدام انا قاعد لوحدي في البيت، مش بقابل حد، في الكنيسه نتقابل في الكنيسه. قدمت اب اعترافي، طب انا ما باخدش اعترافات حد. فالكلمه كشفتها، فقلت ده غلطانه في العنوان. قلت انت عايز ابونا مين؟ قالت مش انت ابونا ابراهيم عبده برضه؟ برضه يعني كمان ايه؟ شكت مش متاكده. ففهمت اني وراها حاجه. قلت لها ايوه بس انا ما باخدش اعترافات حد. قالت بس انا لازم اقعد معاك. قلت النهارده الساعه 5 هنزل لك مخصوص في الكنيسه، قابلك في الكنيسه. انا مش بقابل حد في البيت، لو سمحتي اتفضلي عشان انا مش قادر اقف اكتر من كده. انا نزل لك مخصوص الساعه 5 مخصوص هقعد معاك. افرضي ما قلتليش دلوقتي يعني هتعملي ايه؟ اتفضلي صح. لا ما فيش. طب ممكن تديني كوبايه ميه اشرب؟ طب اقول لها لا، ما اقدرش اقول لها لا. بعد بتقول لي عايز كوبايه ميه اشرب، لكن انا جوايا حصل حذر شديد جدا منها، قلت وراها حاجه، وفعلا طلع وراها حاجه. المهم ما اقدرش ما اجيبلهاش كوبايه ميه، وما اقدرش اقفل الباب في وشها، عيب ده انا ابونا. فاضطريت اخش اجيب لها كوبايه ميه. بس قبل ما اخش اجيب لها كوبايه ميه اعمل ايه؟ انا مش ماسك صليب في ايدي، لكن بايدي كده رحت راشي من الصليب 3 مرات على الباب يحميني من اي حاجه، وقد كان. ودخلت بسرعه شديده جدا، جبت كوبايه ميه واديتها لها. اول ما اديت لها كوبايه الميه كده، بس مش هعمل في دي، وراحت رميها في الارض وطلعت جري هي والطفلين. الله، ما شربش ولا بق، راحت رميها في الارض وطلعت جري عن طفل. ايه اللي حصل بقى؟ انا طبعا الموضوع فيه سر غامض جدا. فدخلت قفلت باب الشقه وركعت وقعدت بدموع عيني اصلي، اقول له يا رب يسوع المسيح انا لسه في بدايه كهنوتك المقدس، انا عايز اعرف سر الست دي ايه؟ انا مش طالب اي حاجه، انا عايز بس اعرف سرها ايه؟ انا مش عايز اتعقد من الكهنوت من اولها كده. اعمل معروف يا رب يسوع، اكشف لي السر ايه؟ انا فضلت قعدت الح عليه فكشف لي السر ازاي، مش هقول لكم. حتى اب اعترافي قال لي ما تقولش التفاصيل. المهم فايه السر؟ قال لي الست دي كانت جايه عارفه ان كنت عرسان جداد. فقلت له ايوه، فقلت ايوه. فقيل لي ان كانت جايبه 3 رجاله معاها واقفين في الشارع على الناصيه، ناصيه البيت، البيت على الناصيه. فهي هتخش بحجه تقعد معاك تقول لك مشكله، هتطلع بتاع منديل وتشممك وانت قاعد في مكانك. هيخشوا يشيلوا كل حاجه، وايه الجيران لما يسالوا يقول لهم ابونا لقى شقه وبيعزل، وينفضوا كل حاجه. هتخيل على الناس كلها ولا لا؟ فقلت طيب ايه اللي منعها انها تعمل كده؟ فقيل لي الاتي بقى، هتبقى تحتاج تسقيفه جامده قوي قوي في مدويه لعمل الصليب. فقالوا لي قيل لي كده، لما انت رشمت الصليب بايمان شديد على باب الشقه، الباب الشقه اتحول الى جدار ما بينك وبينها، ما بينها وبين الشقه. ولما قدسك جبت كوبايه الميه وجت لها، اتشال الجدار وجت العذراء ام النور بنفسها وقفت قدامها.